شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية أحداثا وتطورات هي الأبرز بين أحداث الثورة المصرية. فمنذ أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية نتيجة الجولة الأولى بتقدم المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، بدأت الأحداث الساخنة بالترشق بين المرشحين وتبادل الاتهامات، وتعالت الأصوات المطالبة بعزل المرشح أحمد شفيق. وبعدها صدر إعلان وزير العدل منح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية. ثم تحدد الخميس 14 يونيو للفصل في أهم قضيتين على الساحة السياسية، دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس الشعب ودستورية قانون الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية أو ما يعرف بقانون العزل السياسي. ونظمت المليونيات والمسيرات للمطالبة بإقرار قانون العزل. وبعدها عاد الجدل حول معايير التشكيل الثاني لتأسيسية الدستور. ثم صدر حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب أعضاء مجلس الشعب وبطلان قانون العزل السياسي. وتوالت ردود الأفعال بين مؤيد ورافض للحكمين، ووجهت الاتهامات للمجلس العسكري باختيار التوقيت الحرج. واحتفل المرشح أحمد شفيق ببقائه في المنافسة، ورفض بعض النواب حل المجلس. وبدأت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة وسط أنباء عن عمليات التسويد المسبق وتصويت جماعي ومحاضر توجيه انتخابي وانتشار أقلام تتطاير أحبارها. ومساء يوم 17 يونيو، اليوم الثاني في انتخابات الرئاسة وقبيل إغلاق صناديق الانتخابات، أصدر العسكري إعلانا دستوريا مكملا حظى بنقد شديد. وتابع المصريون عن كسب عمليات فرز الأصوات في ربوع مصر كلها. وخرج المرشح محمد مرسي فجرا في مؤتمر صحفي ليعلن نفسه رئيسا للجمهورية طبقا لحسابات حزبه، وسط صمت وترقب من حملة المرشح المنافس التي خرجت بعدها بيومين تعلن فوز مرشحها. ثم أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة أنها ربما لا تلتزم بالجدول المحدد سلفا الذي وضع الخميس 21 يونيو موعدا لإعلان النتائج النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية. وجاءت الطعون بالمئات من كلا المرشحين لتأخذ اللجنة وقتها في فحصها وسط اتهامات بأنه تباطؤ متعمد. وها هي المليونيات والمظاهرات والمسيرات تخرج لرفض الإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية وحل البرلمان والتحذير من تزوير إرادة الشعب. وخرج المجلس العسكري ببيان يؤكد فيه أنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري، ويحذر من مخالفة الشرعية أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة. محمد صلاح، CBC. كيف وصلنا إلى تلك الليلة على مقربة من إعلان نتائج انتخابات الرئاسة؟ ولا أحد يعرف بالضبط. وتاني، أي حد يقول لك أي إجابة مش عايز أقول لك تقول له إيه، لكن على الأقل أقول لك احتفظ بفرحتك أو زعلك أو حيرتك حتى الغد. النتيجة لا تصبح نتيجة. أكيد أنتوا زهقتوا مني وكرهتوني من كثرة ترديدي لهذا الكلام منذ المرحلة الأولى للانتخابات حتى الآن. وأكيد في كتير من الحالات اللي شفتوها أنه الذهاب خلف نتيجة معينة بشائعات أو بإحصاءات يعتمدها البعض ليست تلك هي النتيجة. النتيجة وحدها وحدها فقط هي التي سيعلنها رئيس اللجنة غدا. السؤال الذي كنا نطرحه على الدكتور عمرو حمزة والدكتور معتز باللعب فتاح: ماذا يحدث لو ظهرت النتيجة غدا وجاء طرف من الأطراف وهو الطرف الخاسر وقرر أنه يريد تغيير النتيجة، ليس بالوسائل القانونية وليس بأي وسائل مشروعة، ولكن بالنزول إلى الشوارع لتغييرها عنوة؟ ما هو موقف النخبة وما هو موقف المجتمع من هذه القوة؟ دكتور عمرو، النقطة الأولى كما تفضلت، والقاعدة في إجراءات ديمقراطية وبعد انتخابات نتثبت من نزاهتها ومن نزاهة الإعلان عن نتائجها هي قبول النتيجة. في العديد من الدول بيحدث بعد انتخابات رئاسية أو برلمانية أن يحتج البعض، يتظاهر البعض. هذا الاحتجاج، هذا التظاهر، الاعتصام، كل هذه الأشكال طالما التزمت بالسلمية فهي من حق المواطن، وطالما كان بجانب السلمية الالتزام بعدم تعويق عمل المؤسسات الرئيسية والابتعاد طبعا عن تعطيل الأعمال إن في منشآت عامة أو في منشآت خاصة. الاحتجاج والتظاهر حدث في اليونان على سبيل المثال بعد انتخاباتها البرلمانية الأخيرة،
تظاهر الكثيرون في الشارع واحتجوا إلى أن تم تشكيل الحكومة بصورة مغايرة عن التي بدأوا بها، يعني هذه تفصيلة. فأيضا متاح لكل مرشح أن يعترض ويحتج بالوسائل القانونية، وسائل سلمية وسائل قانونية. أما محاولة يعني دفع البلاد باتجاهات أخرى بها عنف أو ترويع، وهو ما يعني ما أعتقد أنه لن أتمنى أنه لن يكون معنا هذه الثورة السلمية منذ لحظتها الأولى. هذا شعب له ثقافة سياسية عالية ووعي عالي وحريص على المصلحة الوطنية. الثورة المصرية ثورة سلمية وأتمنى أن تظل كذلك، وأتمنى أن نتعامل مع النتائج. من يريد أن يحتج ويتظاهر ويعتصم هذا حقه، وهذا حق مكفول بالدستور. من يريد أن يحتج قانونيا هذا حقه أيضا، ولكن لا نتورط في أي ممارسات أخرى. أولا هي تبدأ المسألة من السادة القضاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومتهيألي إحنا أكدنا أكثر من مرة تفاصيل 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 تفاصيل، يعني دي لحظة من اللحظات. يعني فكرة كيفية أن تعرض اللجنة النتيجة غدا هو أمر بالغ الأهمية. يعني في حاجات طبعا ياريت يكون حد بيسمعنا، ياريت والله. يعني فكرة ان يطلع حد يقول فلان كسب وفلان خسر ورقم ورقم ويمشي، لا، الحيثيات لابد لا دي 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 كده انت بتولع الدنيا وبتروح. لا احنا عايزين تفاصيل، لانه في طب قول لي انت بقى كأستاذ علوم، انت ياريت تشترك معنا دكتور عم، تحب بكرة تشوف طريقة العرض تكون ازاي؟ يعني ايه هو العرض الذي تعتقد انه اللجنه لما تطلع تقوله يكون علمي ومرضي وشفاف؟ فاكر حضرتك احنا كان عندنا وكان في موجود عند محطات تانية، يجيب المحافظه ويقول عدد الناس المسجلين في المحافظه كذا، عدد الناس اللي راحوا كذا، عدد الناس اللي اصواتها ابطلتها كذا، وعدد الناس اللي راحوا في الاتجاه ده كذا، يعني فريق شفيق مثلا، وعدد الناس اللي راحوا كذا، ننزل منها ليه بقى؟ لان المفروض كل واحد طبعا، وده ده القانون بتاع المحكمه، القانون بتاع الانتخابات الرئاسيه نفسها، بيقول ان كل واحد معاه محضر، نسخه من محضر الفرز الفرعي في كل لجنه فرعيه واللجنه العامه. يعني نظريا احنا المفروض معانا النتيجه، يعني اقصد فالمفروض ان احنا بنراجع على النتيجه اللي معاهم، لانه في بقى هذه النقطه اللي مش عندنا، وهو الطعون. الطعون دي مش قراري انا بقى، لا قراري انا كمرشح ولا قرار المرشح الثاني ولا ده قرار اللجنه. فاحنا عايزين نحصر من مناطق النزاع لو في مشكله نزاع. فين يعني ايه الفرق في الارقام كده جاي منين؟ عشان ما فيش حد بعد كده يطلع يقول لك دول زوروا وما زوروش. احنا انا يا رب، وانا اعتقد انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه اللجنه على علم بالعبء التالي، هي بتصنع مستقبل مصر، مش السياسي، مستقبل مصر كله. يعني اقصد مستقبل يعني بقائنا ككيان واحد متجانس. يا رب ربنا يهديهم ووفقهم ويعني ياخدهم لما فيه الخير والصح والصواب، انه يتعامل مع الامور بكل نزاهه وشفافيه ممكنه، لانه احنا في لحظه يا نبني يا نهدم، واحنا مش عايزين نهدم. فرقم واحد. اتنين، احترام، لابد من احترام النتيجه، ان طلعت بالطريقه دي وان شاء الله تطلع بالطريقه دي، وحتى لو ما طلعتش كده يا ريت يكون يعني بسرعه شديده توصل لكده، عشان انا مش عايز برضو احطهم في خانه اليك، لكن لابد من احترامهم. وارجو الا نتعجل في الحكم على الاشياء، لانه في بعض الاحيان احنا بتاخدنا الحميه وبعدين نكتشف في الاخر يقول لك وكذلك سولت لنفسي، بعد ما يكون فجرنا الدنيا ووقعنا وقتلنا، ان شاء الله ما حصلش كل ده، انا بس يعني ببالغ، نقول يا ريتنا ما كناش عملنا. ثالث حاجة، لازم نعرف ان دي ليست اخر انتخابات، دي اول انتخابات بعد الثورة. وفكرة الثورة دي انا في تصوري الثورة دي عملت انجازات كتيرة جدا جدا، انما اهم ثلاث حاجات اجرائية شايفينها بعينينا، انما في انتخابات تحت اشراف قضائي كامل، اتنين في محاكمات لكل واي حد ممكن انه تسول نفسه انه يعبث بمقدرات الوطن، سواء على مستوى إسالة دماء ولا فساد ولا آخر، وده شفنا رموز النظام موجودين في السجن. ثالث حاجة، إنه في بقى حقنا إن إحنا نعبر عن وجهة نظرنا بكل الطرق الممكنة بما فيها المظاهرات السلمية المنظمة إلى آخره. فأنا عايز أقول بكرة مش نهاية مصر، مكرة نقول هم انعطف مهم برضو، عشان نكون دي تيرنينج بوينت مهمة، نقطة تحول مهمة، بس مش النهاية، دي بداية لمجتمع المفروض يكون أكثر نضجا، أكثر ديمقراطية، أكثر تسامحا، أكثر قدرة على استيعاب النتيجة اللي ما تردهوش زي اللي ترضيه. العقل يقتضي مننا ان احنا بكرة نتعامل مع النتيجة بمنطق، يا رب يكون ده الخير لمصر. طبعا يعني ما دون ذلك نسأل الله اللطف فيه. دكتور عم، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عليها، وأتوقع كما أشرت يا معتز أن تجتهد اللجنة للوصول لهذا، عليها أن تعلن النتيجة بشفافية كاملة وتوثق لكيف وصلت لهذه النتيجة. هنا مجموعة من الإجراءات للتوثيق،
نحن بالفعل أمام محاضر قادمة من اللجان الفرعية، أمام محاضر هي التجميع على مستوى اللجان العامة المرتبطة بالمحافظات ثم تصل لنتيجة نهائية. كيف وصلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ لابد من أن تمر بمرحلة المحاضر الفرعية، خاصة أن هذه المحاضر أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية في الرأي العام، هو كل طرف بيستند إلى محاضره هو وهو يعلن نتائج متضاربة على الرأي العام، فلابد من تعامل على المحاضر الفرعية مع محاضر اللجان الفرعية، محاضر اللجان العامة، ثم نصل للنتيجة. قبل الوصول للنتيجة، الخطوة الثانية التعامل مع الطعون التي قدمت من الحملتين. هذه الطعون هي طعون على احتساب أعداد الأصوات في لجان فرعية، وهي أساس العملية الانتخابية. لابد أن تعلن اللجنة بشفافية كاملة كيف تعاملت مع الطعون في كل طعن قدم، ما النتيجة التي وصلت لها. النقطة الثالثة هي بعد الأمرين تصل إلى النتيجة النهائية، احتمالاتها عرضتها أكرر هذا مرة أخرى، وتعلن هذا على الرأي العام بوضوح وشفافية كامل. أنا أعتقد جيد أيضا وأتمنى أن يكون هذا سيحدث صباح الغد، ربما حدث بالفعل، لا أعتقد أنه حدث بالفعل، ربما سيحدث صباح الغد، أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة ممثل عن كل مرشح للحضور للجنة قبل الإعلان الرسمي العلني للنتيجة لإبلاغه بما توصلت إليه وحيثيات ما توصلت إليه. إخبار الحملتين هام جدا، وتسليم نسخة من محضرها، ويسلم نسخة من محضر النتيجة النهائية، هذه النسخة التي سيوقع عليها كل الأعضاء. الأمر الأخير كما أشرت، هناك وسائل قانونية فيما بعد، من يحق لكل حملة إن أرادت أن تلتجئ لها، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لابد أيضا أن تكون هنا على مستوى التعامل مع الأمر بالانفتاح المطلوب لطمأنة الرأي العام. ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي يعني. بالضبط. ولكن مرة أخرى أنا أتمنى 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 أن نكون مع إعلان نزيه وشفاف للنتيجة، وإن شاء الله يوفق الله اللجنة وأعضاء اللجنة للوصول لهذا، لأنها بالفعل لحظة هامة جدا. أخيرا أنا مع كمعتز في الإشارة أنها ليست الانتخابات الأخيرة، إن شاء الله أنها يعني لن تصبح الانتخابات الأخيرة في مصر، ولكن نحن أمام شرط مجتمعي وشرط سياسي صعب، مجتمع منقسم، سياسة بها يعني من يذهبون في اتجاهات متعددة، لكي تخاطب المجتمع وتخاطب الحالة السياسية باضطراباتها على اللجنة هذه أن تلتزم بنزاهة وشفافية. يعني فبجانب الأهمية الإجرائية هناك أهمية مجتمعية وسياسية للنزاهة الكاملة والشفافية الكاملة. احنا سمعنا وأذيع اليوم عدة مرات أنه حدث لقاء ما بين المشير طنطاوي والدكتور البرادعي، كيف ترون هذا الأمر؟ أسأل حضرتك بوصفك متخصص في الدكتور البرادعي. لا لا يعني أنا أحترم الدكتور، لا لأنك دائم في متابعة يعني أنا أحترم الدكتور البرادعي وأقدر دور الدكتور البرادعي الوطني، وهو شخصية وطنية التزمت بهذه الثورة وبأهدافها منذ اللحظة الأولى، وكان له الكثير من المواقف خلال الفترة الماضية يعني تدلل على مبدئية وأيضا على رجاحة في التقدير في أكثر من مرة. أنا أعتقد ولا معلومات لدي أن الاجتماع دار من يعني انطلاقا من حرص الدكتور برادعي على المصلحة الوطنية والبحث عن مخرج لما قد تكون به مصر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية من دافع المصلحة الوطنية، البحث عن مخارج كيف يمكن التعامل مع الأمر. نحن أيضا نتداول هنا في هذا الاستوديو تصورات كثيرة لكيفية التعامل. لا أعتقد ولا أتوقع أن الأمر في الاجتماع هذا تعلق بعرض محدد على الدكتور البرادعي لتولي منصب معين أو مسؤولية دكتور معينة. دكتور عصام حيث أكد المعلومة دي كمان، يعني وليس دكتور البرادعي بمن يبحث عن يعني منصب في مثل هذه اللحظة، ودافعه بالتأكيد المصلحة الوطنية. وفي جميع الأحوال لا يمكن الحديث عن توزيع للمناصب أو مسؤوليات إلا بصيغة العامة التي تحدث بها السيد عمرو موسى على سبيل المثال، اقتراح تشكيل حكومة طوارئ، اقتراح تشكيل فريق رئاسي، ربما تم التداول حول هذه الأمور، لكن لا أعتقد أن الأمر طب. وفي معلومة مهمة أنه المشير ما يقدرش يعرض منصب، لأنه ابتداء من غدا هيبقى فيه من هو الذي موكل إليه أن يعرض المنصب، هو الرئيس المقطع طبعا. ولكن يعني قيام الشخصيات الوطنية والشخصيات العامة الحريصة على هذه البلد وعلى سلامتها بمثل هذه الأدوار هام جدا، ويطمئن أيضا الرأي العام. الإشارة هامة، يعني نحن في مركب واحد في خندق واحد، ولابد من الحفاظ على هذا الوطن. الكلام على انه الدكتور
قصدي المهندس خيرت الشاطر التقى ليس اليوم، لان انا اتاكدت من الخبر ده انه اللقاء ما حصلش اليوم، لكن مع بعض اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه في الايام الماضيه. منطقي، وده بنقول على وكاله رويترز على فكره، منطقي ان الناس تتقابل مع بعضها. الخبر مش الخبر ده يبقى كارثه لو الناس دي كل واحد فيهم قاعد ما كلموش بعض. وقبل كده سمعنا الدكتور الكتاتني ايضا مهم جدا اللقاء. انه كل هذه الرموز الوطنيه، وانا بقول كل واحد فيهم هو رمز وطني، يطلع اسلامي يطلع ليبرالي يطلع يساري، ما دام مواطن وانا معياري. لو حصلت حرب النهارده، لا قدر الله ما تحصلش يعني، ان شاء الله ما تحصلش، لو حصلت حرب النهارده بيننا وبين اسرائيل، الناس دي هيقفوا معايا وهيقتلوا العدو ولا هيطعنوني في ظهري؟ انا اعتقد ان كل واحد هينسى فورا ايديولوجيته، هيقلع بدلته، هينسى الكاب اللي لابسه، هينزل العمه، كلهم هيلبسوا رداء الوطنيه المصريه ويروح يدافع عن بلده. ده بالنسبه لي هو المعيار الوطني. كل ما دون ذلك تفاصيل نتناقش فيها، ولو احنا من النضج والحكمه والعقلانيه ان احنا نقدر نخلي خلافاتنا. انت مش لسه تحت سن التجنيد يا دكتور؟ أوه انا لسه مطلوب في التجنيد؟ لا لسه شباب مش كده؟ لا ليه؟ طب ليه عايز غيرك هو اللي يحارب لك؟ انت احنا املنا فيك يا دكتور تبقى على الخط الاول. دول حكماء الوطن. لا 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 معيد، فكان المجند اللي يقول تعيض يا معيد. بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار على الهواء مباشرة.